اخترت معاكم يا جماعة، غلبتوني في مخلل الليمون. في ناس كتير اختلفت على الطريقة اللي انا بعملها، مع ان الطريقة صح 100%، وانا مجرباها ولا يمكن اغيرها. بصي بقى يا ستي طريقتي، انا بجيب الليمون، بس اليومين دول الليمون بقى اصفر، فهنعمله بطريقة مختلفة عن الفيديو اللي فات. عملنا في الفيديو اللي فات الليمون الاخضر، الطريقة دي بقى بتاعة الليمون الاصفر، لان في ناس كتيرة قالت لي ما تعمليها بنفس طريقة الليمون الاصفر. لا، الليمون الاخضر ليه طريقة والليمون الاصفر ليه طريقة. بصي بقى يا ستي، بتجيبي الليمون الاصفر وبتبدأي تغسليه اليومين دول، يومين الليمون، وسعره حلو، الكيلو تقريبا بحوالي 8 جنيه، وكمان في ساعات بتلاقيه الكيلو ونص ب10، لو مشيتي رجلك كده ونزلتي السوق هتلاقيه الكيلو ونص ب10. حطيته في حلق ورفعته على النار، غليته نص سلقه، يعني خليته يتسلق نص سلقه بس، بمجرد ما ريحته طلعت صفيه بقى من ميه السلق. وهنا بقى الاختلاف، ها هنسلقه ونستخدم ميه السلق ولا هنرمي ميه السلق ديت؟ وما ينفعش نملح بيها الليمون. كتير منكم اعترض وقال لي احنا بنملحه بميه السلق. هتملحوه بميه السلق ازاي يا جماعه؟ ده انا بحطه في ميه عاديه وبغير له الميه لمده 3 ايام، بس انا المره دي عشان سلقته شويه غيرت له الميه لمده يوم واحد بس، علشان ده الليمون السريع. اما لو هتغيبيه عندك هتسلقيه نص سلقه وتغيري له الميه لمده 3 ايام. انا هنا عايز اكله بسرعه، فسلقته حلو، يعني خليته دخل في السوا وغيرت له الميه لمده يوم واحد، وتاني يوم قمت بقى رميت الميه اللي انا غيرتها بالليل وحطيت بقى ميه جديده، ورحت جايه ماسكه الليمون مفتحاه بالمقص اللي انت شايفاه كده، شايفه زي ما انت شايفه كده. هنا عندي فلفل احمر، سواء بقى بارد او حامي، انا هنا استخدمت ايه؟ الفلفل الكوبي. بتحبي الحامي حطي هريسه شطه، ومعايا حبه البركه وكمان شويه من العصفر ومعلقتين كبار او 3 معالق من الفلفل الاحمر، وطبعا الملح مش هنزود عشان ده ليمون، حطيت معلقتين كبار من الملح. قلبي بقى الخلطه دي كده مع بعضها وتعالي نحشي الليمون. في كمان بقى طريقه حلوه قوي، بصي انت ممكن تحطي الخلطه دي من غير ما تفتحي الليمون، يعني تقلبيه في بعضه، بس الاحلى لو انت تحشي قلب الليمون بيبقى طعمه حلو قوي. تمام، خلاص هنبدا نحشي قلب الليمون بالشكل اللي انت شايفاه. الليمون ده تقدري تاكلي منه تاني يوم على طول، عشان سيبته السلق شويه، يعني دخل في السوى. تمام، زي ما فهمتك، لو عايزاه يغيب يا دوبك غلوه واحده بس وتطفي عليه النار. وطبعا الليمون دوت بتقعديه يوم بره الثلاجه، يعني بتحسبيه على الرخامه كده يوم علشان يبدا يتفاعل مع الملح ويستوى حلو طعمه. وبعد كده عادي دخليه بقى الثلاجه عشان تحافظي عليه، يقعد عندك بقى بالبصي بالشهور، طالما جوه الثلاجه انسي، انت كده حافظاه. هاتي بقى البرطمان بتاعك وابداي حطي الليمون. وفي حركة حلوة قوي، عشان الليمون ده يبقى عامل بقى زي المربى، انا بحب اضغط عليه ضغطة كده خفيفة بايدي علشان القلب بتاعه ينزل منه شوية كده. بصي تيجي تطلعي الليمونة تلاقيها عاملة كده، بصي زي المربى بالظبط. ماشي، هاتي بقى شوية مية مش كتير، يعني حوالي كوباية كده من المية، وهتحطي معلقه صغيره من الملح، ما تكتريش الملح. ما تنسيش ان احنا حطينا ملح في الخلطه علشان ما يبقاش حادق زياده عن اللزوم، وده ليمون. حلو قوي كده، كفايه كده ميه. بصي انت تاني يوم هتلاقي الميه دي هبطت وهو شرب منها، ما تقلقيش. بصي بقى انا حطيت شويه زيت كده على الوش عشان بردك اضمن ان ما يدخلهوش هواء وما يعملش طبقه كده اللي هي البيضه اللي بتلاقيها على وش المخلل. عايزه تحافظي كمان على المخلل ده، لما تيجي تاخدي منه بماسك او بشوكه او بمعلقه، يعني ما تحطيش ايدك في البرطمان خالص. وبس كده يا ستي، وبالف هنا.